الحلقة. مرحبا بكل المتابعين، كل الأصدقاء، كل واحد والقصة متاعه، كل واحد وحكيته، وكل واحد شعنده هيز في قلبه هو ماشي توا متوكل على ربي ماشي للخدمة. فإن شاء الله يا ربي يجبر بخواطركم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يسهل لكم قضاء حوائجكم الكل. الحقيقة فرحانة أنه موجود بحدية في استوديو باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا جدا. وقت اللي نقولكم أنتم في حياتكم، في تفاصيلكم اليومية، في كل أعمالكم البسيطة اللي تنجموا تقوموا بها، قاعدين تضيعوا في فرصة كبيرة من أجل أنكم تكون عندكم حسنات، وكالكونتور متاع الحسنات يمشي ويزيد. موضوع النية، كيفاش نصحوا النوايا متاعنا من أجل أنه الأعمال متاعنا الكل تندرج ضمن عبادة ربي سبحانه. هذا موضوعنا مع الشيخ الأستاذ مهدي جتورو اللي حاضر بحذية في استوديو صباح الأنوار. صباح الأنوار، إن شاء الله نهاركم زين، وبارك الله فيك على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نكون خفاف عليهم. أكيد إن شاء الله، وخاصة أنه الموضوع مهم جدا، وحبيت ننطلق به البرمجة الشتوية، خاطر النية هي أساس كل عمل نعملوه في الحياة هذه. إذا كان نيتنا ما تكونش خالصة لوجه ربي سبحانه، فكأنه اللي قاعدين نعمله الكل فيه ماشي هباء. وهو كذلك دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مشهور: من صورش يخفى على مسلم، يعني أكان المسلم عامي أو من أهل الاختصاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبرشا رجال كبار يقول لك الأعمال والنيات بالدرجة التونسية. هذا الحديث بالذات بعض الفقهاء قالوا أنه يدور عليه مدار ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. قالوا على خاطر أعمال الإنسان تتعلق بكسبه القلبي وبالجوارح متاعه، يعني بيديه، وكذلك بلسانه، والقلب هو واحد على ثلاثة من هذا. وبالتالي النية هذه إذا غفل عليها الإنسان قد يضيع أشياء كثيرة جدا من الخير، قد تكون له ذخر يوم القيامة. وعندما نتكلم عن إنما الأعمال بالنيات، ثم زوز حوايج مطلوب نتنبه لها. المسألة الأولى اللي برشا ناس في ظني فاهمين الحديث بالغلط. كيفاش؟ يجي يقول لك يعمل عمل مش باهي فاسد، ثم كي أنت تلومه يقول لك تي هو إنما الأعمال بالنيات، وهذا مش صحيح. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا إنما الأعمال بالنيات، رأوا معناتها إنما صحتها بالنيات، يعني هي مطلوب تكون صحيحة موافقة لأوامر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر. ثم إذا اقترنت بالنية الباهية الحسنة تولي الأعمال كاملة صحيحة. أما مش تجيب باش تدخل بالحسنة بين زوز من الناس مثلا، تولي مسبة وعراك وكذا، بعد انت تلوم عليه يقول لك شوف أنا رونيتي صالحة ونيتي حسنة من الأول، أما الله غالب. لا مش هذا. ولا مثلا كي تدخل على واحد تقول له يا بابا راهو الصلاه نتاعك ماهيش صحيحه، راهو عندك حاجه عملتها غلطه، راهو يلزمك تصلحها، يغزل لك ويقول لك انما الاعمال بالنيات، مادام نيتي باهيه مالا صلاتي باهيه وصحيحه. وهذا غير صحيح. علاش؟ لانه لو كان صحيح لكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني أجاز لك المسيء لصلاته وما قالوش ارجع صلي فإنك لم تصلي. وهذا مشهور الحديث، تخلى عليه واحد من الصحابة ما يعرفش يصلي بالباهي، صلى في سع في سع، نقوله صلاة المسيء لصلاته، الحديث مسيء لصلاته، كي جاء باش يجلس بحضر النبي قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، وقاله له ثلاث مرات. وهذه معناها أن وراه نيتك الحسنة لا تشفع لك ولا تجب لك الفساد اللي عامله أنت. وهذه نقطة مهمة شيخ مهدي بالحق، خاطر في حياتنا فما برشا حاجات اللي نعملوهم وديما نقيدوا على النوايا متاعنا، لكن لهنا المعلومة المهمة أنه مهم جدا صحة العمل متاعنا ويقترن بالنية السليمة متاعنا، وقتها يكون الأجر عند ربي كامل. هذاك علاش مهم جدا أنه نصحوها. حبيت نسأل سؤال فقط، ممكن هو سؤال هكا بديهي، شنو معناها النية؟ شوف شنو نقصدوا بها كلمة النية هذه؟ بارك الله فيك. شوف النية هي قصد الفعل، حتى بالدرجة التونسية ساعات تغزر الواحد تقول له على شنو ناوي يا أخي،
على شنو ناوي معناتها ماذا تقصد فعله؟ ماذا يعني على شنو ناوي يعني قصدك شنو؟ فأنت كي تدخل في طاعة معينة ماذا تقصد بها؟ تقرب إلى الله، استجلاب ثواب، أم لا تقصد بها شيء؟ يعني دخلت من باب العادة، يعني استنست بها أنت فولت تعمل فيها بطريقة عادية جدا كأنك تشرب في كاس ماء وإلا تأكل. النية هي اللي باش تميز لك العادة من العبادة، هي اللي باش تجعل الغسل متاعك هذاك اللي تعمله للتبرد باش تتبرد، ستقلبه إلى طاعة يتقرب بها إلى الله، فباش يولي غسل لرفع جنابة ولا غسل للجمعة اللي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لي أنت وقتها عندك الثواب متاع ذلك الشيء، أما في الأول للتبرد ما فيها، يعني ما فيها حد شيء، تتبرد قاعد. وقيسي على ذلك بقية الأشياء. أنت تو فتحت باب كبير جدا، نتمنى أنه الناس مركزة معايا. أنت تو ماشي الصباح، أنا أنصح كل واحد تونسي مسلم يسمع فيه وغير أنه يصحح النية متاعه. فاش مثلا هو مثلا ماشي يخدم، علاش ماشي تخدم أنت؟ بالله ماشي نخدم باش ما نقعدش مادة ديدية للناس، غير صحيح، ما يقبلش نهاري. اي لا غير صحيح، ما يلزمكش تعمل هك، يلزمك تمشي تخدم على خاطر باش تستحضر نية أمرك بها الله. إيش نية؟ أن أنفق على والدي ووالدتي الفقيرين، هاي نفقة واجبة هذه، والواجب ثواب عظيم. أن أنفق على زوجتي، نفقة واجبة ولا أي، عندك فيها ثواب عظيم. أنت في كل أحوال تنفق عليهم أما ماكش مستحضر الذي أمرك الله به. بالتالي لو استحضرت استجلاب الثواب وصححت النية صباحا، باش تولي أي فعل تعمل فيه في كل أحوال تعمل فيه أنت باش تولي مستجلب به للثواب وتجده ذخرا يوم القيامة. أما إذا أنت خفلت عليه ستجد نفسك خاسرا يوم القيامة. وقيس على ذلك بقية الأشياء. عايش نعطيك حاجة لعله العبد باش تبهت. انت مش رب العالمين قال لنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طيب الرسول قال لنا؟ قال لنا انه لبس البياض سنه، وقال لنا في الحديث عليه الصلاه والسلام البسوا البياض فانه اطيب لكم، وفي بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا بها فيها موتاكم. به انا نلبس في الابيض كل يوم هكا ولا؟ ولكن هل استحضرت هذه النية؟ ما استحضرتهاش، ما عنديش ثواب. يعني شوف بس هلها الدنيا. يعني أنت تقول في نفسك يا أخي يلزمني نكون غني باش نستجلب الثواب ونتصدق، ما يلزمكش. في كل حركة حركاتك وسكناتك تستطيع أن تستجلب الثواب، فقط أن تكون عالم بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. هذه حاجة سهلة برش. هاو هنزيدك حكاية، احنا مش في نظام الحصة الواحدة نروح ونقيله في بعض الأحيان. هذا بالنسبة للي روح، أنا من روحش كمل في الطويل. لكن انت كي تقيل شنو ماكش تعمل في شيء هكا ولا؟ لكن لو صححت نيتك أريد أن أقيل حتى أتقوى على التهجد في الليل، وليت وانت نائم تنال الثواب عليه، لأن ذلك المباح اللي هو القيلولة والتي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، فاش استعملتها أنا؟ تقويت بها للوصول إلى مندوب أو مسنون، فصارت هي في حد ذاتها ثوابا لي وأنا نائم. وقيس على ذلك بقية الأشياء. فالعلم نور حقيقة، والحقيقة الشيخ مهدي مهم جدا الكلام متاعك، خطر اليوم نعرف الحياة الدنيا قديش خذيت مساحة كبيرة في تفاصيلنا الكل، وقت اللي نعرف انه هك الأوقات ممكن القليلة اللي نقفوها باش نصلي، ولا الأوقات القليلة اللي نقفوها باش نصلي وصلية الجمعة، لكن وقت اللي نعرف انه اين على امتداد يومي هذا الكل النجم نكون في عبادة، من اللي نحل عينيا الصباح للي نغمض عينيا نكون في عبادة، فقط أني نستشعر النية ونستحضر النية، سواء كان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أنه في كل عمل نعمله نستحضر أنه ربي سبحانه أمرني بحاجات معينين وأنا قاعد نطبق في أمر ربي سبحانه، لكن تغيرت المفاهيم مع تغير العصور، ففقط لحظات بسيطة ناخذوها قبل ما نبدأ أي عمل، وتشوفوا قديش الحياة تتغير وقديش تكون فما حلاوة أخرى في الأعمال اللي نعملها. وكيفاش نوصل أنا للمرحلة هذه؟ سؤال يطرح نفسه.
انت تو تتكلم على الانسان، يعني كي نقول لك النيه 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 باش تستحضرها في جميع ردهات اليوم، اي وكيفاش انا باش نوصل للدرجه هذه؟ بزوز اشياء تواظب عليهم. الحاجه الاولانيه اللي هي العلم، العلم يعني طلب العلم اللي هو العلم الصافي اللي هو علم الدين الضروري، طلبه باش تعرف شنو رب العالمين أمرك به وماذا نهك عنه، وتعرف السنة متاع رسولك الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. واثنين، أن تكون لك صحبة صالحة، لأنه هو الصالح صاحبك هذاك أو صديقك أو نحو ذلك هو اللي باش يذكرك. أنا نتذكر كان عندي صديق يقول لي مثلا بالله يجيب لي الحكاية في يدك، يبعث لي مساج يقول لي جيب لي الحكاية في يدك، ونقول له باي تهنى إن شاء الله، بعد يبعث لي مساج آخر بعد ويقول لي ما تنساش النية. شنو هذا الصديق؟ هذا صديق يعني ما يلزمنيش نسلم فيه، خد تذكرني بشيء يكون لي ذخر يوم القيامة، وأفضل الأشياء هي هذا. فهمت؟ أو نعطيك حاجة، واحد من العلماء، وهذه عجيبة القصة، واحد من كبار العلماء في المجلس متاعه، والمجلس متاعه ذي كان عنده طلاب، ثم مرة طرق الباب فواحد من الطلاب قام لي يفتح ذلك الباب ما فيها حد شيء، فأمسك بيده واستوقفه قال له ماذا ستفعل؟ فهذا الطالب قال له؟ قال له بش سأفتح الباب. قال له وبأي نية؟ فالطالب ما فهم السؤال، ما فهمش السؤال. قال له حتى لا يبقى الطارق واقفا عند الباب. قال لا، على أي نية أنت تفتح؟ فسكت. قال له أقول لك شيء، في علم حاجة. قال له إذا أردت أن تفتح الباب فافتحه على نية إغاثة ملهوف، فإن كان هنالك شخص يريد طعام أن تطعمه، أو شراب أن تسقيه، أن يقضي حاجة فتقضي له، فتنالوا ثواب أربعة أشياء. يعني الأربعة أشياء هذيك تنالوا ثوابها عليه، لأنه بالنية الصادقة وإن ما وصلتش عملت العمل تثاب عليه. إن شاء الله يربي يتقبل منا كل أعمالنا. والحقيقة اليوم كل الإشارات الزمان اللي نحن عايشين فيه صار مضيق علينا كناس عايشين في المدينة ونحو ذلك، فالإنسان يعني يعمل جهد نفسه على أن يعني يبقى على صراط المستقيم، بمعنى أن يصاحب الصالح ما يفلطش في فرائضه، يذهب يوافق السنة النبوية ويسعى إلى مسك العصا من الوسط، وهذا أهم شيء. الإنسان اللي يشد العصا من الوسط، بمعنى أنه يجيب ما افترض الله عليه، يجيب ما افترض الله عليه، وفي نفس الوقت يكون مسلم عايش زمانه. وهذا شنو نحبه نحن؟ إنسان يكون يعني في تكامل مع عصره، ماهوش درويش كما نقوله نحن، وفي نفس الوقت يكون محافظ على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهم شيء هذا هو الحقيقة، مهم جدا كما قلت لكم أنه المسائل هذه تكون في حياتنا. مسائلش أغلط، وديما استحضر أنك تنجم ترجع، وأنه ربي سبحانه يستنى فيك، تخيل أنه ربي سبحانه بالعظمة متاعه يستنى فيك، فقط أنك
التوب، وقد ما تغلط قد ما هو قاعد ينتظر فيك باش توب، ولو أخطأت في اليوم ألف المرات فإنه يقبل التوبة متاعك طالما فما نفس. فإن شاء الله يربي يعيننا على عبادة ويعيننا على حسن العبادة متاعه. شيخ مهدي نختم معك بدعاء إذا كان أمكن للناس اللي متوكلين على ربي، إن شاء الله ربي يتقبل منا دعوتنا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصل علينا من لا يرحمنا. اللهم بارك لنا في أجسادنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا وفي أموالنا وفي أنفسنا. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عنا ما أهمنا، اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وأتم بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي يبارك لك شيخ الأستاذ مهدي شتورو على حضورك معنا لليوم. كل الشكر ليك، إن شاء الله ربي يوفقك. إن شاء الله كل الشكر للمتابعين اللي رافقونا اليوم من 6 متاع الصباح كما قلت لكم انطلاقة الموسم الشتوي لبرامج ديوان FM. بعد شوية فريق الرافماغ يكون حاضر معكم هوني في الاستوديو. تحية للفريق الكل، نادية بالحاج في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كل المتابعين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ومبقى لي كنقولكم كان أجمل تحيات إيمان زكوحي.